خالي هو انت قلت انك اتعشيت، ما تدوسش في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيصوروا في الصورة. يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفترة اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سجق ورقاق باللحمة المفرومة الساعة 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس. والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص بص يا خالو. ايوه بص الصورة دي. ايوه ده حمادة السفروت. ايوه اسمه اصلا حمادة الاسيوط بس احنا كنا مسمينه حمادة السفروت. ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسة، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما ده عيد ميلاد ده ولا ايه ده؟ عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق اخده. دينا دي الوحيدة اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفية. انت ما حكيتيش على حاجة زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. من الاخر لوني خرايا احسن اللانش لزق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه الرومي حاجه صعبه. ليك حق. تصدق بقى خالي ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده؟ ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. المهم نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. وانت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا مالك يا خالد؟ كان بودي اوصلك. لا خلاص خد بالك وانت ماشي يا خالد. حاضر حبيبي حاضر حبيبي. جنب باص المدرسة وانا برميلك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دينا. مش هنساكي. لو انت دينا بكر الزهيري، هاي دينا، أنا مجدي بكاوي زميلك في المدرسة. لا ردي أنا مش فاضي. لما تلت دقيقة لما ردتيش بشكر. Thank you.
متفقين. يا ساتر يا ساتر. تخين تخين تخين. برضو ما رديتش. بس أربعة. الشغال حاولت تنتحر ولسه عايشه. بيت الشغاله ربنا اللي كبير نجدي. ربنا كبير. يا نجز مستعجل على ايه؟ راحه. ابعت لي صورتك بسرعه هموت واشوف شكلك. اولها كده ابعتي انت صورتك. لا يا عم انا بطلع في الصور زباله. ابعت انت. ومين سمعك؟ أنا كمان بطلع أزبل منك. ها 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 بلاش صور. ابعت لي رقمك. رقمي؟ كده على طول كده 010 انتر. ايه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ هي من أولها هتتقل كده. ايه ده نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ تشوفني أهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى عشان عايزة اتخيلك شكلك عامل ازاي. بص يا ستي انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن اوكي، وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني يعني ممكن ابقى وردي شوية، اما بالنسبة للطول بقى انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعناية سودة. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شويه. شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا. برك الله. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا معلمه. الديناصورات وصل. اهلا اهلا من بعواد. اهلا اهلا. خلي من المطبخ بسرعه، خليه يزود. من عينيا يا معلمه. اجري بسرعه اجيب طعمين كمان. خليهم اربعه نشرح. هوا عندك اربعه حلواني. والله يا خالي ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه. هي قالتني انها بتطلع في الصور زباله. يا رب تصدق. بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. انا دي حصلت كتير قوي. مش ايه الخلو ده؟ انت خلصت الكبده كلها؟ يا ابني هات له كبده.
خلصت يا باشا. ما خدتش كبده، ما خدتش كبده. ايوه اربع كلمات. تاني واحده، تالت واحده، تالت واحده. فيهم الف ولام؟ في ان من في حاجه اسمها ان. ايه يا عم؟ معلش مش هتكلم، مش هتكلم. ماشي. ست موزه، موزه. ليله القبض على خالتي. تاني خالتك؟ ايوه يا بابا. انا في ميتنج دلوقتي يا بابا. بص لسه هتجوز. ايه اروح اعزي كل الشغاله يعني؟ بيتخانقوا في السنبلة وين يا بابا؟ كيف تتخانقوا زوج عندك؟ هو ده الكلام. قصدك ايه؟ حاضر يا بابا. بتضحك على ايه؟ على فكره احنا لسه فيها، انت ممكن بقى تفضى بقى لمامتك وخالتك. ايه يا جماعه؟ الله، على طول كده؟ ده فيلم يعني؟ هتخانقوا عشان فيلم؟ هاي جايز، واتس اب؟ يوقفكم يا جماعه. يا مش محتاجين نتعرف. وهل يخفى القمر؟ طبعا حسن. ده ما ورايش سيره غير حسن. جه حسن. ازيك يا حسن؟ حسن. حسن ايه؟ ميكس يو مين مدحت؟ مش ده حسن بتاع الفيسبوك؟ نو، ذس از مدحت بتاع تويتر. انت مش قلت لي انك فاضيه؟ يس هاني يا حسن، ده لسه خيال اون فيسبوك. انسحاب يا كوتش. كده ايه ميكس؟ انت ما قلتليش اعمل ايه. حرام عليك بقى، مش تظبطي معايا قبل ما تجيب حد. مدحت ويت. مدب ما داب. اخرس اخرس بقى، لو كانت قالت لي كنت ظبطت الدنيا. عايز اسمكم مجدي، عندي ليك مفاجاه فظيعه. انا جايه مصر. بتهزري؟ والله جايه كمان يومين، ولازم انت تبقى اول حاجه اشوفها لما اجي. اول حاجه؟ اول حاجه مش تاني حاجه او تالت حاجه؟ ايوه طبعا اول حاجه. يانا يانا يا تعبني، يانا يانا تعبني. من بيسيب الباب كده؟ يا مجدي. ايه ده؟ خالي؟ مجدي ما تظلمنيش يا خالي. ولابس كرسي؟ اصل خلو النهارده انا لابس كرسي علشان يعني كنت عايز ابان ارفع شويه. اصل يا خالو النهارده دينا جايه من السفر، فانت كنت عايز يعني ابان، انت فاهم بقى يا خالو الحاجات دي. بلاش كلام فارغ. اللي تحبك تحبك علشان جوهرك، عشان مضمونك. مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. بس خلاص خلاص خلاص، عشان عارف الكلمه الجايه هتبقى ايه. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكره انت لا ناقص ايد ولا رجل، ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقر كتير تخان، امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقولك ايه، تفتكر يا خالو يعني المره دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله، امال عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا، امال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. ايه ده؟ بس والله يا خالو عارف انا حاسس في امل، حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضه تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر؟ تمحيك قوي يعني. طيب عين فيها كده. انت حبيتها ولا؟ قوي يا خير. اسمع بقى حتة التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خلو في الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحصر، جاي بعزي بنتك ساميه، يا احسن واحده بتعمل باميه. مين في المكتب مش متاثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطياره، انا اتاخرت قوي. طيب ما نطفش لنا 20 بيضه كده. لا لا لا، انا بقول لك متاخر، مش هينفع يا خالو. عموما انا هطفش 20 بيضه. ماشي ماشي. انا نفسي اومليت ولا عيون؟ لا اعملهم عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى، مطار بعيد برضه. ابو نواف اجي؟ اجي؟ اه. ابو نواف مين؟ جاي من دبي.
انت مستنيه حد جاي من دبي يعني؟ عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجي يعني ابو نواف؟ ما اعرفش والله اجي ولا ما جاش، هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ هيخرج من هنا، تلاقيش مجدي. يا رب انا قلت مكعبله بس مش للدرجه دي. عامل ايه يا مجدي؟ ازيك؟ تمام الحمد لله، كويس الحمد لله على السلامه. ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعه كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص، اصل دينا شنطها اتاخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسه فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي 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 تعالي هنا. ها اوزعه انت. امال انت مين؟ انا رهوب اللي كنت قاعده جنبها في الطياره وحكيت لي عنك يا مجدي. باي باي يا مجدي. فستان موف وورد، هي دي دينا؟ يا رب هو كده كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي، ها حكي بحاجه بس. هاي، امال مجدي فين؟ دينا صح؟ دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجة؟ لا بعد الشر، هو كويس كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ جات له حاجة على غفلة فسافر على فجأة. على فجأة. يوه. ايه اطمني اطمني، هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي، انا مش مجدي. ما انا عارفة اسمك ايه يعني؟ عادي. انا هكلم مجدي بقى عشان افهم فيه. دلوقتي هكلمني دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه ثانيه ايه؟ اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه. انا هتكلم، انا مالي. طيب ثانيه واحده، روح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجي. ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك من فضلك، انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو جوز. ايه ابو ايه؟ حاضر حاضر حاضر. الو. ايه يا مجدي؟ معلش غصب عني والله، جات لي سفرية مفاجأة كده تبع الشغل. طيارة الدوحة، آخر نداء لطيارة الدوحة. ها؟ لا مفيش، هو يعني طيارة الدوحة يوم يومين. آخر نداء لطيارة الدوحة. ها؟ آخر نداء لطيارة الدوحة. ها يا دينا، ها كنت بتقول يا عم هو طالع الدوحة؟ يا عم أنا مش عارف أقوم أنا. إيه الصوت ده؟ هو أنت في المطار؟ الدوحة؟ أيوه أنا في المطار أهو. الدوحة؟ أيوه بختم الباسبورات. بختم الباسبورات وداخل على الطيارة. طب بقول لك ايه؟ سلام دلوقتي سلام. يا اخي. دوحة؟ وانا لو يعني هروح الدوحة هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحة. الدوحة؟ انا اسف جدا اتأخرت بس الحمام كان زحمة قوي. ولا يهمك. كلمتي مجدي؟ كلمته. ورد عليكي؟ رد طبعا. قال لي استنيني لسه قدامي كتير على الطيارة، بس قلت له مش قادرة عايزة انام هموت. دوحة. طيارة الدوحة. أيوة دينا جايه. معلش ثانية واحدة، العربية دي مش هتكفي الشنط بتاعتي. ازاي بقى هتكفي؟ هتكفي الشنط طبعا. ثانية واحدة بس. صدقني مش هتكفي، أنا شنطي كتير قوي. يا ستي ولا يهمك هتكفي، بس اصبر. طب بس أهم حاجة في حاجة تتكسر معاكي مثلا طقم كاسات طقم جيلي بتاع. بص هقول لك حاجة، أنا هاخد تاكسي وأنت تعالى ورايا. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، تاكسي ازاي بتقولي ده؟ عيب عيب ازاي. معلش صدقني والله هو ده الحل، مش هيكفوا. أنا عارفة أنا بقول لك إيه. والله هيكفوا بس مش بس. طب هقول لك حاجة. ها؟ اديني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس يا ستي، وده مستحيل يحصل. لو لقيتي الشنط ما كفتش، ها ابقي خدي تاكسي، مستحيل يحصل. فرصة بس. الو. ايوه يا ميدو. دينا ايه الاخبار؟ طمنيني. الحمد لله تمام، انا في التاكسي اهو طالعه على بيت عمتي. بقول لك ايه يا ميدو، ايه الهلهطه اللي انت بعتولي ده؟ هلهطه ليه؟ ليه ليه بتقولي كده؟ انت مش فاهم، ده مسخره. ما شفتوش هو مزنوق جوه عربيته وشنطي ماليه العربيه؟ شكله تحفه. ده يعني كذات الراجل ان هو بيخدمك تقومي تقولي عليها لهطه؟ وانت محموق له كده ليه يا مجدي؟ محموق له علشان خاطر ده يبقى ابن عمي يا دينا. انا اسفه قوي،
والله ما قصدتش، بس هو شكله كيوت وطيب جدا. انا ما قصدتش حاجه والله. كيوت؟ طيب طب دينا سلام دلوقتي علشان انا بس بخلص الحاجات اللي في المطار وكده. باي باي مجدي. الو الو